بدك تتركنا بهالوضع وتمشي؟ سامحيني امي. اخي شو ما سمعت ستي شو قالت؟ معقول تتركنا بهيك وضع؟ اخي لا تسافر. ما في شيء بيخليني ابقى هون ميليس. جينك عم بترجاك يا ابني لا تروح لا تروح. اذا بتريد. بترجاك لا تروح. حبيبي لا تروح الله يخليك نحن بحاجتك. لو سمحتي. أصلاً أنا مو مضطرة أبرر لك، فريدة خانم قبل شوي تنازلت لي عن كل شي بتملكه. حبك تقبل بهذا الواقع قبل ما حبك تقبل هاد قرارها لستك، وإذا بدك تناقش بهالقصة بتناقشها لإلها. لهلأ مو مصدق إنه هالعيون قدرت تكذب علي. جينك بحياتي ما كذبت عليك ولا بكلمة. لهلأ مصرة تكذبي. انبسطتي هيك هلأ؟ أه؟ صار اللي بدك إياه. ليكل ولا تسافر، حرمتيني من ابني واقفة عم تتفرجي على قلبه وقلبي عم يحترقه. هو اللي قرر هالشي، هو اللي بده يروح. أنتِ اللي خليتيه يعمل هيك، لولا نادك معه ما وصلنا لهالنتيجة، وهي العيلة تشتتت. انبسطتي هلأ؟ ولسا فوق كل هاد جايبتي لنا وحدة ما بنعرف شو أصلها وشو فصلها على البيت وعم تعطيها كل أملاكك. خلصنا، الزمي حدك. ما بسمح لك تحكي هيك على إنسانة أنا قلت عنها أنها بنتي، واضح الكلام؟ وبالنهاية الشغلات اللي أنا بعرفها عن بنتي عزراء بتكفيني وزيادة، ويا ريت نسكر على الموضوع بقى. يا خسارة مرت عمي. سراب خانو. كمان حابة تحكي شي ميليس؟ فريدة خانم، ليك أنا ما فيني استمر بهاي اللعبة كتير. بس أنتي وعدتيني بدك تتركيني وتمشي؟ هاي هي كل قصتنا يا بنتي، إنك تأسسي عيلة وتبني لها مستقبل وتحميها على طول شغلة كتير صعبة. ممكن خطأ واحد صغير بس يدمر كل شي، وأنا ما بدي هالعيلة تتدمر. أنا فهمتك، أنا فهمت كل شي عم تحكيه فريدة خانو. عائلتي تدمرت بليلة واحدة، وليكو أخي ما عم بعرف وينه، شتتنا قبل ما نفهم شو صار. ما بعرف شو بدي قلك. لهيك أنا اخترتك أنت بالذات لهالمهمة الصعبة. أنا ما فيني أطلب هالشي من غيرك. لمين بدي أشكي الوجع تبعي؟ مين رح يفهمني؟ بس حتى لو كان الموضوع لعبة صعبة كتير صدقيني، بصراحة أنا ما رح أقدر أعمل هيك شغلة. طيب
برأيك هيك قصة ما رح تخليهم يزعلوا منك ويمكن يكرهوكي؟ هذا مو حاس بحسابه؟ مو مخوفني شي غير إنه العيلة تتشتت. طبعاً أنا ما رح أسمح لحدا فيهم يزعجك أو يخوفك بشي، رح أحميكي منه لو شو ما صار، لا تخافي بنوب. مو هيك، أنا ما بدي الأمور تتطور، خايفة عليكي. شو أعمل؟ ما ضل عندي خيار تاني بنتي، شو ساوي؟ أعملي هالمعروف كرمالي.